على كافا فام. مرحبا مرحبا بكم جميعا في حراير تونس. حراير تونس. رحب برشا بمدام لطيفة تجوري مختصة في علوم الجريمة والوقاية من الانحراف. مرحبا. اهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الافاضل المشاهدين الافاضل. شكرا ليك. باش نحكيو مدام لطيفة على التنمر الالكتروني، هذا موضوعنا، خلينا نعرفوه شوية، انت تعرفونا شوية باش نبداو نحللو في هذه الظاهرة بشوي بشوي. يعطيك الصحة على طرح الموضوع هذا اللي هو موضوع ساعة تقريبا، يعني يشغل كل الناس باعتبار انه كل انسان معرض لهالظاهرة هذه. ونعتبره احنا التنمر هو سلوك، لكن سلوك اجتماعي، وسلوك اجتماعي ديما احنا نقوله كل سلوك اجتماعي هو معدي بالضرورة. وبالتالي فإذا كان لقينا يعني ما نعتقدوش انه سلوك فردي وإلا هكا جاء بمحض الصدفة، لأنه هو يدل على تركيبة الشخصية التونسية في تعاملها مع مختلف الظواهر وتعاملها مع الأشخاص وفي نمط العلاقات الاجتماعية اللي تحددها بالطبيعة الثقافة، اللي تحددها بالطبيعة زادة كيف التنشأة الاجتماعية، كل أنماط التنشأة. احنا نعرفوا زادة الدراسات العلمية على الشخصية التونسية والسوسيولوجية بالذات ودراسات علم النفس الاجتماعي تبين أن الشخصية التونسية عندها خصوصيات في التعامل. صحيح ظاهرة التنمر موجودة في العالم الكل، لكن التونسي في شخصيته بطبيعته عنده أكل ميل لرفض الآخر وعدم الاعتراف بالآخر، وبالتالي يكون هذه حسب الدراسات، يعني حسب الدراسات الأخيرة خرجت لنا اللي التونسي متنمر بطبعه. خلينا نقول والله هي دراسات عندها لمحالة سنوات، لكن الحمد لله الإعلام اليوم ولا ياخذ معناتها المعلومة من المصدر، ما عادش معناتها يتطرق للظواهر الاجتماعية من خلال معطيات يعني شخصية وفردية، وإنما يرجع بالأساس للدراسات. نجم نذكره في الإطار هذا كتاب الدكتور المرحوم أستاذي الجليل يرحمه منصف والناس، اللي هو درس الشخصية الليبية، لكن زاد درس الشخصية التونسية وعمل مقارنة بين الشخصية التونسية والشخصية العربية والشخصيات الأوروبية، وبالتالي يبين لنا الدراسات هذه اللي التونسي بطبعه باعتبار أنه تعدد الحضارات الثقافات فأنه يأخذ من كل شيء بطرف، يعني من الحضارة من كل حويجة يأخذ شوية التونسي، الوندالية القرطاجنية اللي هي كلها تتميز بحروب وصراعات ويعني ثقافة خاصة برفض كل ما هو مغاير كل ما هو مختلف. يعني ما نقولوش عادي، لكن نقولوا مخرجات الشخصية هذه الطبيعي باش نلقاو ظواهر كيما الحكاية اللي هي تدل على إقصاء الآخر ورفض كل ما هو مختلف، وما نكتفيوش بالرفض برك، لكن نستسهلوا التشويه. نعم، باش نحكيو شوي على أشكال التنمر الإلكتروني من بين الأشكال، الرسائل التهديد من مصدر ما نعرفوهش مثلا، وإلا تعليقات الغير لائقة اجتماعيا وأخلاقيا. هو هذا مرتبط يعني بالأهداف من التصرف هذا والسلوك هذا. احنا بطبيعتها الانترنت يعني تخليك تتحدث مع ناس انت ما تعرفهمش، نجموا يكونوا افتراضيين، يعني حتى لي كونت ماهمش صحاح، فو بروفيل. يعني الانسان فك الورا الشاشه هذيك يسمح لنفسه انه يقول ويستسهل انه يقول ويعمل حاجات اللي ربما حتى في الواقع ما عندوش الجرأه باش يعمل هاي. ولا التعليقات هذوك ما عندوش الجرأه باش يقولهم يعني مباشره. فانه كل فينومين دانونيما، يعني كل ظاهره نتاع نقولوا احنا الانسان يكون مجهول الهويه، تسهل هالخروقات هذه والكلام اللي هو ربما في الاساس نتاعو كما قلت انت في تعريف التنمر، في الاساس نتاعو هو الحاق الاذى بالاخر. نعم نعرفوا زاد نعرفوا مدام لطيفه، ممكن المده الاخيره الكل نعرفوا اللي فما نشر كذلك الشائعات بهدف التشويه، تشويه السمعه. يعني طبيعي هو كله يدخل في التنمر هذا، كله يدخل في رفض الاخر رفض الراي الاخر، وربما احنا شفناها في الفتره الاخيره متعلقه اكثر، يعني ظهرت اكثر مع اهتمام المواطن التونسي بالشان السياسي
فإنه هالتحزب وهالانتماءات يعني مختلفة، وإلى الانتماءات العرقية زادة كيف كيف، المشكلة هذه الجديدة اللي صارت أنه يعني تلقاه باش يدافع على روحه، باش يدافع على الانتماء متاعه لمجموعة معينة، لفكر معين، لفكرة معينة، فإنه يسمح لنفسه أنه يقتل الآخر قتل رمزي. فوالا، خلينا نحكيه شوية، ماذا بيا نستغل معاك الوقت في كل مرة تدخل معنا، نحكيه شوية على الأضرار الناتجة عن التنمر الإلكتروني. إيه الأضرار هي أولا يعني باش تكون نفسية مباشرة، يعني الإنسان باش تولي عنده إشكالية معينة في تصوره لذاته، هذه من هذا الأذى النفسي، يعني مازلنا نحكي لهنا على الأذى النفسي. الأذى النفسي، الأذى النفسي وتقدير الذات، لأنه الإنسان بصفة عامة يعرف مكانته، يعرف روحه، يعرف قيمته، يعرف وجوده في المجتمع من خلال صورة الآخر. ممكن هذا اللي باش يدفعوا تخليه ديما في عزلة عن المجتمع، تخليه ديما نجم يكون ينعزل، نجم يكون يولي ما عادش يعلق، يولي يبعد على هالأنماط ذي التواصلية كما الفيسبوك ولا غيره، وإلا أيضا ينجم يخلف سلوك آخر هو إعادة إنتاج سلوك التنمر في حد ذاته، ومع إضافات يعني لكل شخصية وحدها شنيات نجم تقدم فيها التنمر ذي، فإنها تولي الظاهرة وقتها منتشرة أكثر وتكون خطورتها أكثر، تنجم تؤدي حتى للانتحار، العزلة كما قلت النفسية والانتحار. لكن أيضا التشويه هذا عنده كلفة اقتصادية، إذا كانت تكون مثلا مؤسسات ولا يعني أشخاص معروفين في المجال يعني السياحي ولا الاقتصادي ولا غيره، فإنه تلحق الضرر باقتصادهم يعني كأشخاص وكمؤسسات أيضا. وحتى الصغيرات، زاد الصغيرات نلقاو تأخر دراسي بالنسبة ليهم، وإلا الانقطاع عن الدراسة. الانقطاع عن الدراسة شفناه زاد مربوط بالمسألة متاع التنمر فيما يتعلق بعدم معالجة المسألة هذه، يعني عدم الانتباه لها. المشكلة احنا في تونس ما عندناش مصالح متاع مراقبة ومتابعة نفسية اجتماعية داخل الفضاء المدرسية، إذا كان هذه موجودة باش نكونوا احنا متيقظين ونفهموا اللي الطفل هذاك معرض ربما للانقطاع أو تراجعت النتائج متاعه نتيجة تنمر بعض الأطفال، واحنا نقولوا التنمر متاع اللي يكون عند الصغار وهو المنبع متاعه أساسا هو الكبار، يعني الوالدين اي الكبار، يا اما الام والبو الا الاخوات ولا المقربين، خلينا نقول لا ولا حتى الشارع، حتى ينجم يكون في عائلته ما فماش، ما عندهمش يكون يتنمر وما عندهمش السلوك هذا، لكن انه هو بحكم يكتسبوا من الشارع للاقران نتاعه، دونك هذاك السلوك مش منتشر في المجتمع، فانه يتاثر به بطريقه مباشره وغير مباشره، وتختلف ردود الافعال نتاع الاشخاص اذا كانت تبدا شخصيه ذات هشاشه معينه ولا في فتره صعيبه يتعدى بها الانسان ويظهر عليه التنمر، فانه بالطبيعة تكون عنده اثار سلبيه على الفرد وعلى الاسره وعلى المجتمع بصفه عامه. هذا هو، هذا هو. النصائح اخيره بحكم ضيق الوقت، نصائح اخيره تقدمها انت مدام لطيفه، تفضل. والله احنا نصائح اخيرا نجم نقولوا فيما يتعلق بالاولياء انهم ينتبهوا ينتبهوا ينتبهوا، يحاولوا يحكيوا مع صغارهم للماكسيموم قد ما يقدروا باش ما يخليوش اطفالهم عرضه للمساله هذه، وقد ما تقوي له شخصيته الطفل نتاعك وتخليه يسمد ثقته من نفسه من الداخل، من شخصيته مش من الاخر. يعني الاخر صحيح مهم لكن ماهوش هو المهم بالدرجه الاولى باش يحدد الشخصيه وباش يحدد قيمه الفرد، دونك وقتها يولي نجم هو ما عادش يتاثر بالتنمر هذه حتى وان وجد، خاطر معناتها الحد بالظاهره هذه الحقيقه في تونس اليوم صعيب ياسر، ومعناتها ما عندناش حتى اليات في الاداره. هذا هو، شكرا لك على التواصل مدام لطيفه تجوري مختصه في علوم الجريمه، مشكوره جدا. شكرا. شكرا لهذا التنمر الإلكتروني، حكينا على الأسباب وكذلك على النتائج نجمة عنه. شوية آخر باش نمشيو لبلاصة ياسر ياسر حلوة في تونس، نمشيو لبوسالم، باش نمشيو لبوسالم باش نحكيو مع ياسمين الخميري، شابة ذات 19 سنة، باش تقلدنا شوية الأصوات على خاطر هي تعرفت بتقليد الأصوات الكرتونية. خليكم في الاستماع دقيقة فقط، تفصلنا على موجز الأخبار.